صباح الخير يا بنات. قوموا اصحوا. عطوف، إيلين، أميرة. أميرة فايقة، شوفوا دي فايقة. صباح الخير ماما. اصحوا، رح نروح السوق اليوم. يلا قوموا، بدنا نروح السوق اليوم. جهزوا حالكم ولبسوا ثيابكم ورايحين على السوق. اوكي يلا 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 قوموا جسوا. يلا أميرة انت كمان. هلا وصلنا عالمول. أميرة شوفوا أميرة وين رايحة. أميرة عشان طلع يا بنات في زحلقة هون، شو رأيكم تجوا تزحلطوا؟ تعالوا يلا. ايه يلا تعالوا تعالوا. شوفوا شوفوا هلا إيلين رح تزحلط. يلا إيلين روحي عطوف، لازم تشلحي من شريك وروحي. شوفوا الولاد راحوا وين؟ صاروا تحت. انت كمان بدك تروحي تنزلي؟ ماما شوفوا عم يرجعوا من هذا الطرف وعم ينزلوا هون. اجي معك؟ اوكي ماما. هلا دخيل قلبة يا جنة. وهي رفيقة أميرة بالروضة. شوفوا هدول رفقات أميرة بالروضة، شافوها هون. أميرة أنت شو اسمك؟ ليندا. هاي ليندا شافت أميرة هون. أميرة هاي رفقاتك بالروضة ماما، سلمي عليهم قولي لنا هلا. أوكي عطوف عم تقول نزلك حلوة بس الطلعة أبدا كتير صعبة يعني. إيلين إيلين الطلعة صعبة؟ إيه كتير؟ يلا تعالوا خليني أحمل أميرة وأنا بنزل معكم. يلا تعالوا. أميرة 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 ما بدك تنزلي؟ لا. أوكي أنا رايحة لحالي. عطوف أنت طلعي عند أميرة لأرجع. أوكي ويا كريم يا أميرة. يا جماعة بتدوخ. شوفوا أنا من كيف بدي أطلع. تك في باب. شوفوا أنا عم يطلعوا هون هني، أنا رح أطلع من هون. أوه ماي جاد. شوفوا هلأ لازم أطلع من هدول الدرج أروح لعندهم وأنا حافي. عطوف في تحت بس تنزلوا في باب، افتحي الباب واطلعي. بدك تلفي بدك تطلعي لفوق. ما تضيعي أميرة كتير صعب ماما، أنا خفت. والله شوفوا البنات هون من هون عم يطلعوا بس كتير صعب الطلعة صراحة. شوفوا يلا شوفوا شوفوا هدول البنات. واو ايه ايه احسن بالدرج احسن. يلا انزل يلا سيفا روح روح روح. الله معك. بدك تروحي مرة ثانية حاج؟ أميرة والله ماما صعب لا تروحي. ماما والله كتير صعب لا تروحي. كتير كتير عالي ماما. إيلين روحي. يلا إيلين روحي توكلي على الله. قولي يا الله وروحي. وراحت وراحت. يلا روحوا أميرة. نزلي كتير صعبة ماما، أنا خفت. عطوف نزلي يلا روحي نزلي. يلا عطوف كمان راحت. شوفوا ما شاء الله ما عم يوقفوا، عم ينزلوا ويرجعوا يطلعوا من هون. شوفوا 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 يا الله. شوفوا إيلين من هون طلعت. صوت عالي لانه طويل ماما لحتى نزلت لتحت. لا لا روحوا انزلوا. باي باي. اي والله
تعالي اشوفهم كيف بيطلعوا. استني شوفوا شوفوا هي كيف بتجي. والله صعبه طلعه، انا ما طلعت صراحه. تعرفتي إيلين؟ يلا اصحاب يا اميره لون الزهري. اوكي يلا جيبوا لي الاميره عصير زهري باللون الزهري. عطوف يلا انت كمان. وردي وردي. اوكي يلا اعطيها لاميره. وانت إيلين اخضر. إيلين طلع لها اخضر. يا كلاش. وأميرة طلع على زهري. أوكي يلا تعالوا. بدنا آيس كريم. بدكم آيس كريم؟ أنا بدي فراولة. وأنتي؟ ما بعرف. إيلين أنتوا أنتي حفظتي لونك؟ أي لون؟ برتقالي. وأنتي؟ بنفسجي. أوكي يلا نلاقي إن شاء الله نلاقي بنفسجي. أميرة أخضر. ايه اوكي. اذا ما في بنفسج هلا عم نستنى. ايه في اخضر. شوفوا يا بنات مبين هون ما في بنفسج. اخضر اوكي. يلا يا بنات هلا كل وحده تطلب تبعيتها. اوكي كل وحده لحالها تطلب. انا اخضر. اوكي يلا نحن برتقالي. ايه هلا الدور كل صفوا بالدور وانتم تطلبوا لحالكم. انا اخضر. انا والدي ايه بعد اخضر. صح شوفوا كلهم اخذوا شوكولا اللي وعطوف اخذت فانيلا وشوكولا حسب ما بيحبوا. يعني اخترت جبت اللون. هلا نحن وين؟ قطار. واقفين على الدور. اميره بدها تركب القطار صح؟ وسيبان كمان بس مع الاسف إيلين عطوف ما بيسمحوا في عمر محدد انه ايه للاسف عطوف وإيلين ما بيقدروا يركبوا صح؟ علي اتفرجوا. ايه بس اتفرجوا على اميره انه مكتوب لعمر 6 سنين وبس. ركبت اميره وسيبان ليكن بالقطار. سيبان كانوا سيبان خجلان. ايه سيبان خجلان صح؟ اشتغل القطار. باي سيفان. أميرة إيه لا هذا مو ثلج حقيقي. مو ثلج حقيقي صناعي. هلا بس يوقف القطار لازم نروح من هداك الباب ناخذهم. ايه وقف القطار فتحوا الباب يلا نروح نجيبهم. تعالي شوفوا كل هاي العالم على الدور. شايفين شايفين الدور. لازم نروح من هذا الباب ناخذهم. يلا رح تجيبوا مثل بعض. شوفوا عطوف نقيت هدول التياب وأميرة نقيت هدول. أوكي يلا تعالوا شوفوا يا روحي دخيل قلبة إيش عشان الأكسجين. أميرة يلا جيبي عطوف. تعي أنت اخترتي هدول. يلا تعالوا نروح نقيسهم. بنات عم يقيسوا التياب اذا جاي عليهم ولا لا. يلا إيلين عطوف ما خلصتوا؟
اوكي اوكي إلين من ورا خلصتي فرجيني عجبك عن جد عجبك هدول بس انا برايي هيك ارفعي شوي البلوزه لا لا مو هيك يعني هيك دخليها هيك هيك اعملي شوفوا إلين شوف ملابس إلين اسحبي التنوره شوي لتحت ماما انا شوي شوي انت كمان اوكي ايوه على الطوف هيك احسن يلا نزلي نزلي تنوره شوي فرجيني كتير حلو شوفوا ملابس على الطوف وإلين حلوين هلا هذا ذوقهم انت عجبك إلين وانت على الطوف عن جد اوكي مبروكين يلا روحوا غيروا هلا نحن راجعين على البيت لا ماما حيص هي الانذار لا سمح الله حدا يعلق يرن الجرس ايه يلا خلينا نرجع على البيت شو عم تعملوا يا اولاد اكلنا شيبس عم تاكلوا شيبس رجعنا على البيت كثير متعب عم كثير متعب تعبوا كثير بالسوق شوفوا هدول من ثيابهم اللي رح تحكي شوي زحليفة خفت من الزحليفة ايه ايه وكانت كتير سريعة سريعة مظبوط اميرة ما قدرت اميرة ايه لا ما قدرت ورا كمان خفت انا انزلها اميرة لانه طول معاها اكسجين وكتير سريع في مرة انا سويت حادثة مع سيبان سويت